السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت قلقان جدا على محمد عبد المنعم ان ساب النادي الاهلي وراح بمبلغ كبير، وعملوا تقديمة لنادي نيس كان رائعة، والراجل لسه اتمرن تمرينة واحدة او اتنين، فكنت خايف عليه النهاردة ان يلعب. لكن اول ما تابعت المباراة ولقيت فيها جزائريين، ده ما لقيتش فيها جزائريين، ده الجزائريين هم اصحاب النادي. فيه هشام بوداوي سجل هدف النهارده، نجم الجزائر، هو موجود ان شاء الله مع المنتخب بعد ايام. بدر الدين بوعناني لنفسي يتخذ المنتخب نجم زي الصاروخ، وهو خليفه محرز، معرفش ليه ما بينضمش، النهارده كان اساسي. بلال برهيمي كان قاعد على الدكه، ومحمد عبد المنعم نزل في اخر الدقائق بياخد ثقه. بس انا اللي خدت ثقه بقى النهارده لما لقيت محمد عبد المنعم في نادي الجزائريين. يعني متهيألي نادي نيس فاضل بس انه يحطوا ايه علم الجزائر كده، ما شاء الله. ويمكن كمان في جزائريين تانية ما لعبوش، انتوا اكيد بقى تقولوا لي متابعين اكتر مني، انا ما بتابعش الدوري الفرنسي بصراحة. لكن وجود هشام بوداوي في الملعب وبدر الدين بوعناني وبلال ابراهيمي كان احتياطي، انا فرحان ان محمد عبد المنعم بيلعب وسط اخواته، فمش هيبقى الموضوع فيه غربة عليه. ومليون مبروك، واتمنى على طول التألق، وانا فرحان جدا. هشام بوداوي في المعسكر مع الجزائر، الهدف بتاع النهارده يديله ثقه. بدر الدين بوعناني النهارده بيلعب اساسي وبدايه موسم، يبقى لاعب فارق جامد جدا، وان شاء الله يرجع منتخب. بصراحه مليون مبروك، كسبوا النهارده 4-1 نادي انجيه، وبالتألق دايما للجزائريين والمصريين ان شاء الله. شكرا.